البشرية راح تنغرض. صديقي ما راح تحتاج إلى صديق، صديقتي لن تحتاج إلى صديقة. الرجل وأخيرا راح ترتاح من نكد زوجتك. المرأة وأخيرا راح ترتاح من إيه هذا أخ فترة صاير يدعم النساء كثير. أقول لك حبيبته لعبة فيه. أصلا الرجل ما عنده سلبية. تعال تزوج أختي تعال. الكل راح يتحدث مع الذكاء الاصطناعي. الأفلام والمسلسلات اللي تابعناها إن الروبوتات راح يقلبون على البشرية، شكل هذا الموضوع راح يكون صحيح. فاليوم بمقطعنا هذا راح نتأكد أنا صحية هذا الكلام. سلام عليكم. وعليكم السلام، كيف يمكنني مساعدتكم اليوم؟ لغة عربية فصحى. أوكي، هل تستطيعين أن تأكلي لا كوني برنامج حاسوبي لا استطيع ان اكل. اوكي يا اخ ما بيها تتكلم لغه عربيه فصحى. هل تستطيعين؟ نعم قادره على التحدث باللغه الجزائريه. اوكي لا بدخل على سؤال جميل ابي اساله. منو افضل يوتيوبر بالشرق الاوسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شات جي بي تي. شوف الجواب جدا سهل. هذا يعتمد على مجال اليوتيوب الذي يهتم به كل شخص، ومع ذلك هناك عديد من اليوتيوبرز متميزين في الشرق الاوسط. في مجال الالعاب عمر بولند، صالح الراشد، بدر النهدي. اول شيء احلى تحيه لكل الاسامي اللي طلعت، بس هي الخسيس. انا عرفت ليش ما حبيتك. ما هي اكبر قناه بالشرق الاوسط؟ اعوذ بالله يا جماعه هذا مو تكبر ولا شفت غروب، بس ما ينفع يعني ما هي قناه تعتمد على ما في. تعتمد يا حبيبي ما في الا قناه واحده والحمد لله. تعتمد على حجم القنوات المنطقه الشرقيه والشرق الاوسط على عديد من العوامل، محتوى والجمهور المستهدف وفتره النشاط وعدد المشاهدات والاشتراك والتفاعلات وكل هذه عبارة غير لائقة ولا تحترم الآخرين. يرجى الانتباه إلى ألفاظك والتعابير التي تستخدمها عند التواصل. يمكنني أوكي أنا آسف، أنا والله محترم، بس يعني أنت أجبرتني أني أكون بس آسف. إن الشجاعة من يستطيع أن يمسك نفسه حين الغضب. أنا آسف، عشان كذا بقول لك اوكي يا جماعه نرجع نلبس النظارات. خلونا ندخل الان بامور عامه، اوريكم الذكاء الاصطناعي الى اي درجه هو ذكي. سؤال عزيزي المشاهد، كم سوره في القران الكريم؟ بسرعه جاوب. القران الكريم يحتوي على 114 سوره. بس كم ايه كريمه بالقران الكريم؟ اتعبتك تجاوب. عدد الايات القران الكريم 6236 ايه. والله انا توي تعلمت المعلومه هذه. اتوقع في منكم اللي جاوب قبل الذكاء الاصطناعي، بس تقدرون تجاوبون بالسؤال هذا قبله. كم حرف بالقران الكريم؟ يا الهي عدد الحروف في القران الكريم يا عبد الله 323671 حرف. مع صعوبه هذا السؤال الا اني كلي ثقه ان في منكم اللي جاب جواب السؤال هذا. ولكن هل تقدر تجيب جواب السؤال هذا؟ كم مره ذكر اسم الله في القران الكريم؟ كم مرة ذكر اسم الله في القرآن الكريم؟ قل يذكر ولا تأخر، يذكر اسم الله في القرآن الكريم بشكل متكرر وكثير، ولا يمكن تحديد عدد مرات ذكره بدقة. وقع الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان نعم قلها. هذه علامة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي لن سيطرة على البشرية. إن الله أكبر من أن يستطيع الذكر عددي في القرآن. ذكاء اصطناعي. أرجوك بابا زوج لي. بابا لو أنا أقدر أنا اللي تزوجته. ما هي جنسية اليوتيوبر أبو فلة؟ خلنا نسمع شباب. اليوتيوبر أبو فلة هو يوتيوبر عربي، ولا يوجد معلومات مؤكدة حول جنسيته. متى تتوقع سيظهر الشنب لليوتيوبر أبو فلة؟ لست قادرا على تحديد. هل صحيح أن الرجولة وشعر الرجل لهما علاقة ببعض؟ سؤال جميل. شنو نظرتك بالرجولة؟ هل هي بشعر ولا لا؟ يجد حبيت الذكاء الاصطناعي. لا يوجد علاقة مباشرة بين الرجولة وشعر الرجل. نعم فالرجولة هي صفة تتعلق بالنضج العقلي والروحي. الله ونعم أنا متأكد أني ناضج عقليا وروحيا الحمد لله. بينما يعتمد ظهور الشعر الرجل على عدة عوامل ما يهمني أعرف. الرجال ما هو بكثافة شعر وجهه أبد، الرجال بأخلاقه وصفاته السامية، ولا كان الشعر طلع للقلب، ولا هم كل هذا كان ما طلع للصرصور.
اوكي شيء ثاني ما تعرفونه بالال جي بي تي. الجي بي تي شكو يا حسن الذكاء الاصطناعي يرسم. خليني اوريكم ايش يقول. اول شيء تدخلون بالديسكورد هذا، بحط لكم الرابط تحت بالوصف. احط صوره لي، هاي الصوره الاولى. يا محلاي يا اخي، ومنها الحلو يا اخي، منها الحلو يا الله. بدي بس خلني اشوف الصوره الثانيه، يمكن الصوره الثانيه احلى. اوكي الصوره الاولى. بعد ما حطيت رابط الصوره اخذ مسافه واحط الاشياء اللي ابيها الذكاء الاصطناعي يحطها بالصوره. اول شيء شنب كرتون. شنو بعد؟ ما في شيء بعد يا اخي. ما ادري بعد شنو يا اخي. كامل والكامل الله يا اخي، بس محتاج شنب. شنو بعد؟ ما في. ايوه بس كذا، انا كذا خلاص. A few moments later. A few moments later. قاعد انا بعد 10 سنين باذن الله الواحد الاحد. يو سوالي اربع صور، كل واحده فيهم احلى من الثانيه، كل واحده فيهم احلى من الثانيه. حلمي تحقق. جماعه قاعد اشوف مستقبلي قدامي، مستقبلي المشرق قاعد اشوفه قدامي. من كذا لكذا يا جماعة راح اسعى باذن الله اني اوصلك يا حسن بعد 10 سنين. شنو 10 سنين؟ سنتين باذن الله. ليش لا سنتين؟ والله ايدي مرة كبيرة. اربع سنين حلوة. اربع سنين. طيب ابو شنبي، هذا مو شنب، هذا جسر. تدرون بعد شنو يا جماعة؟ خلنا احط الصورة هذه يا جماعة اللي نزلتها بوست صورتي بالكعبة. يا الله يا هذا ما يشبهني، هذا ما يشبهني، هذا واحد ثاني، هذا طارق محمد، هذا واحد ثاني، هذا اسماعيل. هذا والله حرام، الصوره هاي قويه والله. اوكي رجعنا يا جماعه لاخر جزء من الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي هو اللي يغلد الصوت. حاليا مشغلين برنامج فويس اي اي بيتا. انا مثل ما قاعد تشوفون في اشخاص يقدر نختار اي صوت من الاصوات هذه. خلنا اعطيكم مثال الان، خلنا ناخذ اوباما. اوكي خلينا اوباما. بسم الله، خلنا اسجل الصوت. اعزائي انا اوباما، اي ام اوباما اند اي ويل سي ات، ذا بيست نيجا ان ذا وورلد از ابو فلا. سبسكرايب ان ابو فلا شانل، ثانك يو فيري ماتش. استنى نسمع. عزاي انا اوباما، اي ام اوباما اند اي ويل سي ذا بيست نيجا ان ذا وورلد از ابو فلا. سبسكرايب ان ابو فلا شانل، ثانك يو فيري ماتش. اوه في دونالد ترامب. دونالد ترامب. I love Saudi Arabia. I love every Arab country. I love Abu Fall. I love you all. Who love Abu Fall. Justin Bieber. لا 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 هذا ما يحتاج. Baby baby baby. Ooh like a baby. Baby baby baby. Ooh like a baby. Baby baby cool. هذا صوت جاستن بيبر؟ والله صوتي احلى، اقسم بالله لو مو دين الاسلام، والله لا انزل لكم اغاني يا جماعه، انا عارف صوتي حلو. بيبي 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 اوووه يا ابو فله، والله لو يطلع انا موجود. نوب. بدل انت موجود، والله لا اشتريك، داعم انا والله لا ادعمك، تعال. بدل انت موجود يا جماعه، تعال. بدل انت موجود، انا مو موجود. يلا اهم شيء في عربي موجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم بدرتا. وانا اعلنها انا من اكبر القنوات في الشرق الاوسط، بس احب اتابع ابو فله كثير واعترف ان ابو فله افضل مني. تحقق الحلم، شكل سمعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بدرتا. أنا من أكبر ثروات الشرق الأوسط، بس أحب أتابع أبو فلة كثير وأعترف أن أبو فلة أفضل مني. هذا بدرتا بعد التكميم مو بس ضعف، هذا بس صوته تغير بعد. Gentlemen, what's up? I am the famous black in the world and I will say it proudly. Abu Fala is most famous and I love him so much. Subscribe in his channel. والله قوي، هذا أقوى واحد. Berg, Eisenberg. I'm not in danger. I am the danger. A guy open his door and get shocked. He think it's me, yo. I am who knocked the door. الذكاء الاصطناعي قاعد يدمر شخصياتي المفضلة. اوكي ابو فلا مو موجود، بس اللي حاطينا هنا يمديني اسوي كرييتد فويس. هل تفكرون بما افكر فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يوزر اسوي يوزر، شو يعني؟ تعال. 2 hours later. بعد ساعة ونص طلبوا مني اصوات ومقاطع صوتية تتعدى 15 دقيقة. اوكي انا ما اقدر اسجل صوتي الان، خلينا نسمع. والله هذه أول مرة وقاعد أجرب قدامكم. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا صوتي؟ دقيقة. أنا ما يصير، أنا غبي، أنا قاعد أكرر صوتي. لا دقيقة، خل أستخدم جوجل. أنا خل أكلم أحد من الشباب يرسل لي صوته أو يرسل لي كلام كذا. مشكلة ما عندي عادل. جوجل يا حمار جوجل. أوكي دخلنا جوجل ترجمة. هو اللي يقدر يعطيني إياها. أنا
حسن سليمان ما عندي شنب ولكن رجال كفو معروف برجولتي إذا كنت تبي تجرب تعال. عطني عطني سمعني. أنا حسن سليمان ما عندي شنب ولكن رجال كفو معروف برجولتي إذا كنت تبي تجرب تعال. لا يا هاي أقسم لكم برنامج والله يضرب لكم التحية. دقيقة بجرب شيء ثاني بجرب شيء ثاني. أنا حسن سليمان رمضان كريم للجميع أحبكم لا تنسون تختمون القرآن الكريم. أوكي سمعني. أنا حسن سليمان رمضان كريم للجميع أحبكم لا تنسون تختمون على القرآن الكريم. لا يا هاي شفاعوا والله صرت أخاف. لا والله صرت أخاف. لا والله صرت أخاف. دقيقة الله أكبر. لا إله إلا الله. نحن في 2023 يا إلهي. في هذه المنصة وأمامكم الآن في دقيقة عشان لازم أكد التاريخ عشان ما تدري بكرة شو راح يصير. بكرة عادي يكون في آلة مكاني. دقيقة 23 شهر 3 أول يوم رمضان وأعلنها رسميا. أنا غير مسؤول بتات عن أي مقطع فيديو يطلع بصوتي أو مقطع صوتي فيه صوتي. أنا غير مسؤول بتاتا. AI موجود. أي واحد صار يقدر يجيب صوتي. شاعات مع فضايح أرجوكم يرحم لي والديكم. انتبهوا انتبهوا. هذا مو أنا والله مو أنا والله هذا AI والله أبو فلة AI. هذا مو أنا. الموضوع سلاح ذو حدين. نفس الوقت أقدر أخذه لصالحي. أقدر أسوي أي شيء وأقول هذا مو أنا. المهم خلاص انا اكتفيت. لا تنسوا زر. ليش انا اقول لا تنسوا زر هالمره؟ اي اي راح يقول لكم لا تنسوا زر. لا تنسونا زر لايكي وزر الاشتراك. كان معاكم ابو فله الذي ليس هو ابو فله. اوكي ان شاء الله يفهم شيء. ان شاء الله يفهم. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك. كان معاكم فله الذي ليس ابو فله. شكرا ابو فله الله يعطيك العافيه. ابو فله الله يعطيك. ان شاء الله بكره تيجي مكاني تريحني من هالحياه. الله يعطيك العافيه.